السلام عليكم. في أداة قوية جدا في الأداة بتاعها، مجانية من أوتوديسك، فمفيش أي شك فيها. الأداة عبارة عن جزئين، كلين أب بينظف لك الملفات ويوفر لك مساحة وده بيعلي الأداء، والجزء التاني سيكوريتي بيبدأ يفحص الجهاز بتاعك ولو في أي مشاكل بيبدأ يقول لك تقدر تعمل سكان. طيب الكلين أب بيبدأ يشوف لك المشاكل اللي موجودة ويبدأ إن هو يعالجها لك. هيلث تشيك يبدأ يفحص لك كل حاجة، سيستم لوج، التمبوراري، كل حاجة لو فيها مشاكل يبدأ يحلها. هنا بيبدأ يفحص الاستورج بتاعتك، ديب كلين، ممكن يقولك ان في حاجات محتاجة تنظيف من الملفات الكبيرة تقدر ان انت تشوفها وتقدر ان انت تتحكم فيها، الابس اللي موجودة، الاستورج. هنا البوس مانجمنت تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي شغالة دلوقتي وتقول له اند، يروح يقفلها على طول. الستارت اب ابس يبدا يجيب لك كل الحاجات اللي المفروض تشتغل اول ما الكمبيوتر يفتح، فلو في حاجه انت مش عايزها تقدر تقفلها. تخيل لو كل دول اشتغلوا اول ما الكمبيوتر بتاعي فتح، اكيد هيعمل لي مشكله كبيره. تمام. السكيورتي تقدر تعمل سكان، تقدر تشوف اخر ابديت حصل امتى، تقدر تشوف براوزر مانجمنت، فتقدر ان انت تحمي المتصفحات بتاعتك بحيث لو في اي مشكله يبدا ان هو يوقف الفيروس. ممكن تكون انت فاتح مثلا بتتفرج على حاجه فيجي لك اي ملفات ضاره فهو بيقفلها لك على طول، بيعمل لك حمايه على المتصفحات اللي عندك. فدي اداه مجانيه، سيب لكم الرابط اسفل الفيديو عشان تقدروا تحملوها.